يرخص. لا بيرخص كابتن يعني احمد فتحي بتاريخه ده كله. ماليش دعوه، انا بقول لك لو النادي الاهلي كان عنده الشجاعه والجراه وجي قال لاحمد فتحي جدد وقال له لا خلاص احمد مش معانا بعد الموسم ده ورحمه ابويا، اسمع اللي انا بقول لك عليه، ما في لعيبه كانت قبل عبد ما الله تمشي. السعيد استمر بعد كده، وعصام الحضري استمر استنى بعد استنى كده، استنى بس عشان ما وشيكابالا لما مشي اتفضل استنى ايه قول، طب شيكابالا لما وشيكابالا مشي لما مشي من الزمالك ورجع تاني برضه استمر. بنفس العقد اللي كان ماشي قبل ما ياخده، يعني لما شيكابالا رجع اتعمل له عقد زيه زي مثلا اوباما. لما كان راجع من اليونان وكان ومضى للنادي الاهلي، مين اللي راجع؟ مين اللي راجع له؟ كان شيكابالا ما فترة من اعرفش انا الفترة، لا كان مضى للنادي الاهلي فترة من الفترات، كان هياخد مبلغ كبير جدا. يا حبيبي، عشان ان هو بص عشان الصراع ان ده لا يروح اهلي ولا ده يروح زمالك، فعشان كده بيمسك. انما لو انت بتسيبه والله العظيم، والله خدها مني انا بقى، خدها مني انا والله العظيم، ثمنه ايوه ليه بيقع في اخدها الارض منك يعني، هل انت حضرتك مريت بده؟ طب ما انت كتير لعيبه نفسك، كتير. لا انت نفسك لما النادي الاهلي بص النادي كابتن الاهلي انت لما الزمالك اعلن الصفقه بتاعتك، مش عارف انا كل ما بجيب سيره صفقه رضا عبد العال دي يقول لك دي من 25 سنه، دي من 30 سنه، وهي الصفقه الاشهر في تاريخ الصراع ما بين الاهلي والزمالك يعني. للناس اللي احيانا بتقول انتوا بتجيبوا صفقه بقى لها 30 سنه، المهم يعني يبقى نلغي التاريخ بقى في الكره المصريه، وما نتكلمش عن صالح سليم، وما نتكلمش عن ناس ومحمد حلمي زموره والناس دي كلها، نلغي تاريخ الكره في مصر. هو عايز تقول ايه في الصفقه بتاعتي؟ هرجع يعني، انت النهارده الزمالك لما اعلن عن بيعك ب 625000 جنيه، لا لا هل لا هنا اسمع اسمع بس رخص رضا عبد العال؟ اسمع يا جدع اسمع اتفضل يا بس كابتن. عشان ما تلطش في لما الكلام، احنا ايه اللي قاعدين دخل بس عشان الطش؟ نفهم الناس. بص يا حبيب قلبي، اتفضل. انا مش انا كنت خلصت عادي خلاص وقدمت، لما ورحت النادي الاهلي واتعرف ان انا رحت النادي الاهلي الله يرحمه كابتن سياج واحمد شاكر هما اللي عايزين يخرجوا من المأزق ده. الزمالك ما كانش له حاجه عندي، لان الزمالك قال لك خلاص مش عايزه. لا انا برد عليك ما انت، اسمع، ما هي كانت مزايده، ما هي اتعملت مزايده ولعبه كده اتعملت في اتحاد الكوره عشان يجاملوا بقى نادي الزمالك، واخد بالك؟ وقاموا جايين عاملين مزايده. مزايده ايه؟ ده انا مخلص 6 سنين، ده غير 6 سنين كمان، يعني هو المفروض ده انا 3 سنين، لا ده انا قعدت 6 سنين، يعني المفروض ان انا ساعد اول ما قال لك في تجديد وفي احتراف ايام الكابتن جوهري ما عمله كان مين سنه رئيس 90، اتحاد الكرة؟ ما اعرفش انا فاكر ولادي اسمهم ايه عشان تقول لي مين رئيس اتحاد الكرة. ماشي اتفضل. فساعتها مفروض ان انا اجدد، لان انا مش ابن نادي الزمالك، انا مش جاي من طالع تحت من الناشئين اللي فوق، ده انا شاريني من بره. فمفروض اول ما يحصل، وكان عدى عليا 3 سنين، اول ما يحصل اللي هو الاحتراف ده كان المفروض يجددوا معايا، ولا حد قعد معايا، ورغم كده ادوا للعيبه كلها فلوس الا انا، ورغم كده قعدت في نادي الزمالك، واخد بالك؟ لغايه ما جيت اجدد حصل بقى اللي حصل واللي يعني فلما وقتها حصل اتحاد الكرة جامل الزمالك على حساب طبعا جامل اه الزمالك؟ طبعا اول مره يجاملوا الزمالك في حاجه، اول مره، وجت على دماغي انا. انا مخلص، انا خلاص خلصت ال6 سنين ومشيت، انت تعمل عليا مزايده ليه؟ قرار كده من اتحاد الكوره، حد عزمهم ولا حد معرفش عمل لهم ايه، قال لك لا يحصل مزايده. يا عم انا مخلص 6 سنين وبعت جوابات ايوه بس الزمالك لما اعلن عن ما بيعك، اعلنش، ده هي مزايده، الزمالك ما اعلنش، هي مزايده اتعملت من الكابتن سياج الله يرحمه والكابتن احمد شاكر. ايوه بس انا بتكلم في ان هو لما اعلنوا ان هم يعني انت مش موجود في نادي الزمالك، ده ما رخص من قيمتك يا من رضا حبيبي عبد خلاص العال. احنا بقت ولعة، نفس الامر بقى يابا انطبق على احمد اسمعني فتحي. يابا على اسمعني، اتفضل يا كابتن. بقت ولعة. ولعة في ايه؟ ان انا رايح النادي الاهلي، ودي كانت اول مرة لعيب يروح من نادي الزمالك للنادي الاهلي، فطبعا ازاي وجمهور نادي الزمالك راح كسر النادي وقال لهم ده يمشي ازاي، فهم عشان يبقى شكلهم كويس قدام الجماهير كلموا كابتن احمد شاكر الله يرحمه والكابتن السياجي محمد السياجي. فوجئت انا رايح اخلص تاني يوم خلاص بقى والكلام ده، قال لك لا ده في مزايده. ايه المزايده دي يا عم؟ قال لك لا يا عم انا مخلص 6 سنين وبعت الجوابات لاتحاد الكوره لنادي الزمالك ومنطقه الجيزه، خلاص النادي ملوش حاجه عندي، قال لك لا. فوجئت بالمزايده دي، ولا كان في لائحه بتقول الكلام ده، ولا في بند بيقول الكلام ده، بس هي بقى بالمزاج.